ثمانية راه ورجال تروح من القهوة راه. قول لك خويا مروح انا لمرتي وكاو كيبسينهم كيبسين. ما هي اسمعني انت قد تلبس اخ 38 خايبة زادة 38 في الوجه خايبة راه. ليه ما بالرسمي راه يا اخي يا معلم انت تاو راجلك يروح مثلا نقولوا نص الليل ولا مساء باش تسكت؟ نسكت بالحق؟ و 38 اش تعمل؟ يا بنية تونس كذابين الكل كلها كذب تونس كل كذبة بتبيع حتى انا نكذب راه مش منه الموضوع قل لك هاني في الدار وهي سهرة في الحمامات سهرة في سوسة هذه حالة 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 مأساة ريت تونس هذه مأساة عسلم امسوي عسلم ايش احوالك والله الحمد لله هاك تشوف هاك تشوف انا ندور اخويا جونا بيه مرجلين الحمد لله ما فماش قلق ما فماش حتى شيء والله ما فماش القلق نحن نعملوا القلق نحن اللي نعملوا القلق لا بيس ما فهم شيء جونا بيه مريقلين الحمد لله شابين نعملوا القلق نحن ايه جونا بيه قلت لك شباب ضايع تشوف باللي شباب يعلم بيه بالرسمي راه والله تونس ما عادش تعيش جنب يدي اللي حبوا ربي ريت اللي حبوا ربي يقصد رب ايطاليا ايطاليا صح كنقول لك كاني برا يا كذابة شكون تجي في مخك برا؟ يا كذابة يا كذابة يا بنية تونس كذابين الكل كل الكل اي سمارة بتبيعته طلع غنية عليهم كذابين كلها كذاب تونس كل كذابة بتبيعته حتى انا نكذب راه مش منه الموضوع ايكا هاو ليش يكذبوا بنية تونس ولا كلهم كذابين اقسم بالله اللي تقول لك هاني في الدار وهي سهرة في الحمامات سهرة في سوسة سهرة حالة 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 مأساة ريت تونس هذه مأساة والله يكذب عليك مأساة هو انت كي ترى طفلة شنية اول حاجة ترفضها ما تعجبكش فيها ولا برجو ليا لبستهم قاعدين برجو ليا اما فهم بالرسمي فهمك لي هاي تخرج لك توب وواحد طلع السير فهمتها تولي خي ومن بعد يقول لك خويا ما تخزرش هاي ماشي تشكي بالاخر يقول له شنو انا الموضوع درش ما تجيش ما تجيش ما تجيش هو برشا رجال ولاو يتشكيو وقال لك النساء عندهم برشا قوانين برشا حقوق عادي تطلقك عادي معناها تشكي بيك وتطلع ديما هي الرابحه ونحنا اللي خاسرين اي عادي يا اخي تو ولا تمعلم فما عبيد 8 راه رجال تروح من القهوه راه يقول لك خويا مروح انا لمرتي وكاو كيبسينهم كيبسينهم ما هي اسمعني انت قد تلبس اخ 38 خايبه زاد 38 في الوجه خايبه راه ليه ما بالرسمي راه يا اخي يا معلم انت تاو راجلك يروح مثلا نقولوا نص الليل ولا مساء باش تسكت نسكت بالحق و 38 اش تعمل نسكت على الجيران فهمت مش على حاجه والله يا دي شكون يسمع بتبيعته كل واحد تو تونس ولد كل واحد ليه في روحه وهذيك هي تونس راهي تعلمك باش تاخذ حقك وتعطي حق العبيد خويا وربي يسترنا الناس الكل شباب تونس خويا ربي يسترهم والحمد لله يا ربي صحيت صاحبي والله انت والله انت الفايق فيهم اقسم بالله والله فاهم الدنيا صاحبي برا جوك به صح والله والله اقسم بالله خويا ربي باقي علينا الستر خويا ديديكاس تو هم هم خويا حملنف ديما في القلب صاحبي امام اخويا ديما في القلب وبرس صدرية وجونا بيه على الاخر وربي بقي عليكم الستر خويا شباب الكل والكل هذه راي لغة ودرشنية وشباب جونا بيه الحمد لله مريقلين وتحية لقيس سعيد قيس سعيد يا معلم علاقتك بيه مع قيس سعيد المعلم يا دي قيس سعيد صحاب انت وياه ليه مش صحاب اما ذاك هو تو برجولية شكون اخذ لنا حقنا في تونس كان قيس سعيد رجل غنوشي ما زلت تشوف وجهه ها والله ايه يا معلم ما عادش تشوفه باش خذ لك حقك قيس سعيد خويا يخرج 25 جويليا اللي فاتت خويا اخذ لنا حقنا خويا مريقل هذاك جاوبوا به يحيى قيس سعيد خويا انا برجولية مشيت وقلت نعم ما كذبش عليه قلت نعم صحة كيف كنتي شكرا ميرسي.